أمس انطلقت مشروع جدا جميل للناس اللي علمتنا وثقفتنا وصبرت علينا. واحد الحلقات مع بداية العام الدراسي درنا على بعض كلنا أسبوع كامل وقلنا من هو المعلم اللي ما تنساه، بما فيهم أخونا وحبيبنا أبو عبد الرحمن الأستاذ مشوح. ذكر واحد مدرسه في أولى أو ثاني ابتدائي يقول أذكره وادعي له بالخير. وبالمناسبة الأخت سارة اللي توفت الله يغفر لها، بنت هيا زد عزمت الأجاويد كلهم وضيفتهم وأكرمتهم، ولا لا يا أبو عمر أنت معهم؟ إلا نعم هيا كثر خيرها، كثر الله خيرها. هيا الأميري، هي طبعا الأميري لأنها بنت يسمونها هل من أول يقول هيا الأمرة، الأمرة الأمرة بعد أزود وأزود يعني دي. هنا عند ولدها الله يكثر خيره محمد بن علي الناهض، ونعم أكرمونا والله يبارك لهم يزيدهم. وهذه بنت بنت المرة اللي كانت تعطي جدة الشيخ تطبخ لها وتسقي لها الموية وتقرب لها الأمور كلها. هذا المشروع سهم ب50 ريال شكرا لمعلمي، إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لما يصنع طالب العلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا المشروع اسمه شكرا معلمي. أنت بعد خلك بعد سمح حتى في الدين خلك زين، لا تحط واحد، شركهم كلهم. يا سلام، شركهم كلهم، المدير، الوكيل، المرشد الطلابي، اللي درسوك في الابتدائي، اللي درسوك في المتوسط. إذا في واحد أثر جدا جدا عطى السهمين مهي بضارة، وأنه إن شاء الله الدال على الخير كفاعلة. وتذكر الملك اللي يقول ولك بمثله لأن نيتك طيبة، إذا هو موجود هالمعلم وسألت عنه ارسل هالرسالة إذا قدرته زين، أن تم التبرع لجهدك وبذلك وعطائك إلى غير ذلك. هذا المشروع أمس يعني بدأوا فيه الشباب 50 ريال فقط. أبو عمر إذا أنت بتعطينا كلمة ثم قل الفاصل بشير. يلا، هذا واحد من المبادرين وعلى طول أهدى مدرسة اللي هو خالد المطلق الله يبارك لك، أهدى سهم لمعلمة قال للأستاذ أبو طارق الوشمي، أسأل الله يبارك لك ويجزاكم عنا خير، وابو عبد الرحمن كله خير وبركة ومفتاح لنا كل خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها الصدقة الجارية. بإمكانك الآن أن تجعل لك وقفا وأجرا دائما تجري حسناته لك في الدنيا وبعد مماتك، والذي يعود ريعه على محتاجي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشاريع جمعية البر بالمدينة المنورة. من جوالك وبكل سهولة وعبر تطبيق الراجحي اتبع الخطوات التالية. بداية سجل دخولك لحسابك من القائمة أسفل الشاشة، اختر تحويل، ثم اختر أيقونة جمعية خيرية من فئة حد جمعيات التنمية والإسكان، ثم اختر أو اكتب بشريط البحث جمعية البر بالمدينة المنورة، ثم اختر من حسابات الجمعية المشروع الذي ترغب أن تتبرع به، وللأوقاف اختر الصدقة الجارية، وسيصل تبرعك لمستحقين، ثم اضغط على حسابك وأدخل المبلغ الذي ترغب التبرع به، ثم انقر التالي، اضغط تأكيد ثم ستصلك رسالة تأكيد. وهنيئا لك تبرعك في أرض البركة طيبة الطيبة. أبشر.